لما نبقى عايزين نشتري خامة بلاستيك دايما بنسمع التاجر يقول لك ايه، انا عندي بروبلين 23 ملت 25 ملت وغيره. ايه معنى الرقم دوت ال 23 ملت او خلافه؟ ده اللي هنتعرف عليه في الفيديو الحالي. بس في الاول خليني اقول لك حاجة بسيطة عشان نفهم معنى الرقم دوت. انا علي ناصر، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة. لازم نعرف في حاجة اسمها معدل السريان، او اللي بنقول عليه الميلت فلو ريت او الميلت فلو اندكس. الرقم دوت او المعدل ده بيدل على ايه؟ ده باختصار هو معدل او مقياس انسياب وذوبان الخامة، وبيعبر عن يعني كام جرام من الخامة هيدوبوا خلال مدة معينة وهي 10 دقايق عند درجة حرارة معينة. الكلام ده اتعمل له ستاندر، فمثلا البروبلين بنشوف معدل انسيابه عند درجة حرارة 230، فبنشوف كام جرام لكل 10 دقايق بيقدروا يدوبوا عند درجة الحرارة ديت، فده بيكون الفلو ريت. ليه المكنة ديت اللي احنا شايفينها بتعمل الاختبار عشان تقدر تحدد الفلو ريت لكل خامة طبقا للستاندر المعين. يعني مثلا ده الستاندر الايزو 1133. عشان نعرف بقى اهمية الميلت فلو ريت دوت، خليني اوريكو كتالوج لاحد الشركات وهيظهر فيه اهمية المقياس اللي احنا شايفينه ده. احد الكتالوجات لاحد المصنعين او الشركات الخامات، ده كتالوج للبوليبروبلين بكذا نوع. الشركه ديت يعني كاتبه شويه تفاصيل، فلو بصينا على الداتا شيت للنوع الهوبليمرز من البوليبروبلين، فمصنفه بقى على كذا جريد زي ما انت شايف. وفي حاجه اسمها الماس فلو ريت او الام اف ار او الام اف اي، دي معدل الانسياب. فكل معدل، كل خامه ليها معدل انسياب معين. هتلاقي الابليكيشن اللي بينفع يتطبق معايا، يعني مثلا 3 من 10 يعني تقدر تستخدمه في عمليات السحب، او بالبلدي كده بيقولوا بالبلدي السحب اللي هي الباسك البلاستيك، وتقدر تعمل شيتات. فكل رقم من الانسياب ليه الابليكيشن الخاص بيه. فلو نزلنا مثلا على نوع تاني الراندوم كوبليمرز، هتلاقي مثلا نص ده بيقدر تستخدمه في الاوتوميتيف او اجزاء العربيات. فالرقم المقياس دوت مهم جدا عشان يطلع لك حاجة زي الكواليتي اللي انت شايفه دوت. الخلاصة ان المقياس ده بيعبر عن مدى جودة الخامة والتطبيق اللي ممكن تقدر تستخدمه فيها. ولما بنسمع من التجار في السوق لما يقول لك مثلا بروبلين 23 ملت، هو بيقصد درجة الحرارة اللي بيحصل عندها الانسياب اللي هي 230، فبيقولوا عليها ايه 23. وال 190 يقول لك 19، وال 25 250 درجة حرارة وخلافه. فدي ده كده بيعبر عن مقياس الذوبان وسريان الخامة في خلال 10 دقايق طبقا للستاندر. اتمنى يكون الفيديو مفيد، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة. حياتي على المصر.